فيها ولا ننتظر مسابقة الدوري العام القسم الأول. يعني دلوقتي البراعم يمكن للأندية تنظيم ما يسمى بالمهرجانات؟ ما فيش مشكلة، هم بينظموا أصلا، لكن المسابقات اللي كانت بتجرى مسابقات بشكل تنافسي في هذه المرحلة هي دي اللي موقوفة ولن يسمح بها. وانت عارف ان احنا بمجرد انتهى ان شاء الله شهر رمضان والامتحانات، بإذن الله هنبتدي مسابقات ومراحل الناشئين والشباب في الموسم الجديد. تمام، اذا دي متاحة. طب هل دي اللي تقصدها بالمنافسات كانت مين المسؤول عنها، المناطق ولا هم الأندية منهم لنفسهم؟ بالضبط، المناطق، الفروع، المناطق بالضبط. دي يعني دي ممكن يخطط لها مع بعد اجازات العيد ولا لسه منتظر؟ على طول، لا دي على طول بعد الامتحانات ان شاء الله، دي مع بدايات الصيف باذن الله. على الوقت اللي كنا بنقفه رغم وجود الولاد في الاجازات، ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نشغل المهرجانات بشكل مستمر، ثم مسابقات الشباب والناشئين، ثم مسابقات الدرجات الادنى غير المحترفة إن شاء الله بإذن الله، لأن أنت عارف إن مواعيد المحترفين مرتبطة بفترات تسجيل، فترتبط إلى حد ما بفترة تسجيل القسم الأول والقسم الثاني. إن شاء الله. الفار والناس عايزة كلام قاطع، هل هناك شركة جديدة ولا زي ما أنت قلت قبل كده الذي أفسد شيء عليه إصلاحه لأنه خد حسابه أو بينكم عقد معلق يعني؟ لا، هو في صياغة جديدة ان شاء الله باذن الله للمساله، وتحصين المساله من ناحيه الاجراءات او من جهه الاجراءات القانونيه ان شاء الله. ايا كان تيجي شركه شركتين ثلاثه، المهم ان في صياغه جديده تضمن استمرار المسابقات ان شاء الله باذن الله بتطبيق تقنيه الفار، وفي نفس الوقت تحسين الصوره، والحاله الاهم والثالثه تقنين الاوضاع. هل ده هيكون برضو قريبا ولا ده محتاج وقت ولا الموسم اللي هيبدأ ولا في خلال أسابيع إن شاء الله بإذن الله؟ احنا طبعا احنا مستمرين، وفي خلال أسابيع هيبقى في صياغة جديدة للمسألة مع استمرار الشرطة اللي موجودة، لأنها بالفعل يعني حصلت بعض الأمور اللي ممكن تكون يعني هي كمان دفعت الحقيقة ثمنها. ممكن يكون طبعا ممكن يكون شبه اخطاء، لكن في الاخر هي كمان دفعت الثمن. ففي صياغه جديده تضمن من الاجراءات، صحه الاجراءات القانونيه والماليه والاداريه من جهه الاتحاد، وفي نفس الوقت ان شاء الله باذن الله احنا نحسن الخدمه. سؤال بقى من عندي، بعد وقعه كره السله هل هتحط ايدك واللجنه في موضوع اشتراطات فيفا اللي سميت اشتراطات النيابه؟ لا، اشتراطات النيابه اللي موجوده هي ما هيش في اشتراطات الفيفا، بالعكس في بعض الاوقات هي عكس اشتراطات الفيفا، يعني وجود اسلاك شائكه في الملعب هي عكس القواعد الدوليه للمباريات ولكنها من الاشتراطات. فاحنا ان شاء الله باذن الله احنا بنحاول يعني يكون عندنا اشتراطات فيها موائمه ما بين الجهات الامنيه وما بين القواعد الدوليه في ان شاء الله باذن الله في تنظيم المباريات. تمام، وده لما هيوصل للدوله او عند المسؤول عندها اكيد هيبقى على قناعه، لان ده الموديل الدولي. وانا مع حضرتك، هل ده ترى بيتم الشروع والبدء فيه الان؟ لانه ده اول طلب لعوده الجماهير يا باشمهندس، ان يكون عندنا كاميرات وحاجات ودخول وميكنه والكلام ده كله، واحنا عملناه في 2019 تقريبا يعني. لا، انا بطمنك يا صامت، انت عارف ان اللجنه يعني مكونه من ثلاثه، فيها اثنين مفتشين استادات يعني على طبعا الحمد لله يعني. فما عندناش يعني مساله القواعد الدوليه في تنظيم المباريات والاشتراطات سواء الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي ديت يعني احنا نسمعها غيبا يعني، ما فيهاش. انا فاهم، انا قصدي متى نبدا التنفيذ. لكن كل بلد لها ظروف ووضع مختلف ان شاء الله باذن الله. احنا بنحاول دايما نوصل للجهات الامنيه ان احيانا التزايد في بعض الامور ده بيكون عكس الاشتراطات الدوليه، مش مع الاشتراطات الدوليه، فبنحاول نعمل المواءمه اللي تناسب وضع البلد ان شاء الله. طبيعي. المصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه.
سقف السماء وبكره جاي ما تقلقيش خلاص بدأنا الملحمة. نبني عشان ابنك وابن أفرولان إدارة تسويق تنمية. أنا متأكد إنه العرض بالطريقة دي هياخد موافقات. ليه؟ لأنه فعلا كل ما بنسأل المسؤولين كل طلبهم أن يروا ملاعب مؤمنة يستطيعوا بالكاميرات. وأنا مضطر أقول لك إن الواقعة بتاعت ملعب السلة أو أي ملعب عشان ما يقولوش بقى بنقول صالة الزمالك مشكلتها إن حتى الكاميرات محطوطه بشكل زي اللي بتبقى عند البيوت يا باشمهندس، ما هياش بقى فيها تقنيه الملاعب. لا احنا انت عارف ان فيها من ضمن ال عندنا في القواعد الدوليه والاشتراطات لاقامه المباريات الدوليه سواء في مسابقات الانديه او مسابقات المنتخبات، عندنا حاجه اسمها فوك، عندنا غرف المراقبه، عندنا الكاميرات بشكل معين، في واحد كمان بيكون معين من قبل الاتحاد المنظم انه يكون مراقب لهذه المساله. لا المساله مختلفه الى حد كبير يعني في القواعد الدوليه لتنظيم مباراه كره القدم. يعني هل احنا مستعدين لده؟ في كل الملاعب تقريبا عندنا الغرفه دي وعندنا القواعد دي وعندنا الكاميرات دي، الا فيما نظر يعني بعض الملاعب فقط البسيطه جدا هي اللي ما فيهاش، وان شاء الله باذن الله تستكمل بشكل كامل قريبا. مش كل حاجة هسألك امتى بالظبط يعني لا احنا عندنا ملاعب جاهزة، احنا عندنا انا ممكن اعدد لك. لا هنرضى بقريبا بس قريبا. لا انا هعدد لك استادات، احنا عندنا اكتر من 14 استاد مؤهلين بنفس الشكل. تمام، يعني قصدي ايه مش عايز يعني اقول لك يعني بتسمية تاريخ، لكن قريبا دي قبل انتهاء الموسم مثلا فيبقى. لا احنا عندنا بالفعل. لا اقصد اتحاد الكره يقول ملاعبي جاهزه لاستقبال الجمهور اذا الامن راى ان الوقت المناسب. انا عندي النهارده اكتر من 12 ملعب جاهزين لاستقبال الجماهير، لكن انت عارف اصلا في ظل كورونا. طبعا كورونا طبعا انا بتكلم على الشق الامني وقف الجماهير، لكن احنا بالفعل طب ما احنا عندنا في البطوله الافريقيه في البطوله الافريقيه طبعًا. الماضيه كان عندنا طبعًا. ست استادات، رغم ان احنا متقدمين 12 استاد كنا مجهزين 12 استاد، ال 12 استاد الاستاد كانوا مؤهلين ومجهزين تماما ما عندناش اي مشكله. اذا احنا عندنا 12 ملعب بيقولها المهندس احمد مجاهد جاهزين جامدين دوليين افريكان 100%. يبقى بس سؤال معلش سهرتك، المنتخب وتصفيات كاس العالم وبعيدا عن الجزء الفني ليس وقته، انما هل في توقفات للدوري على ذمه هذه التصفيات؟ لا ما عدا طبعا اوقات الماتشات يعني كده الفيفا ديت اللي جاي هو طويل طبيعته من 31/5 حتى نص شهر 6، فالوقت طويل جدا ممكن يدي البراح للجهاز الفني ان هو بخلاف مباراتي انجولا والجابون اللي هم بدايه تصفيات كاس العالم ممكن يدي براح ان هو يقدر ينظم فيها مباراة ودية فالوقت الطويل بشكل طبيعي، ثم بعد كده هيبقى عندنا توقف بتاع شهر 9 ثم ونستمر بقى اكتوبر هيكون ان شاء الله باذن الله انتهى الموسم الحالي. الموسم الحالي في عندنا توقفين للمنتخب بشكل طبيعي بالاضافه لفتره المنتخب الاولمبي وممكن المنتخب الاولي يستفيد منها طبعا. هو يعني كده ما دون الفيفا ديت مفيش توقف؟ لا هو اصلا في الفيفا اللي جاي طويل يعني هو ده اكتر 15 تمام لكنه توقف دولي تبع فتره المنتخب الاولمبي ودي فتره طويله جدا. المنتخب الاولمبي عنده ايه يا باشمهندس؟ فندم المنتخب الاولمبي عنده ايه؟ لا المنتخب الاولمبي عنده نفس التوقف بتاع شهر 6 ثم عنده الاولمبياد، عنده ان شاء الله باذن الله هيبقى توقف
من الأسبوع الثاني في شهر 7 لحد ما يسافر يلعب مباريات الدورة الأولمبية إن شاء الله في طوكيو، وبإذن الله يستمر حتى نهاية البطولة. أتمنى إن هو يشارك حتى المباراة النهائية أو إن حتى شاء الله يعني ما قبل النهائية. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله هيبقى في وقت طويل ممكن يستفيد منه من هذا التوقف طبيعي المنتخب الأول وكابتن حسام. في الفترة دي ممكن نقدر نلعب بقى، يقدر يرتب فيها مباراة بدون اللاعبين المحترفين أو خلافه، دي مسألة ترجع له من ناحية فنية. أنا بشكرك يا باشمهندس أحمد، كل سنة وحضرتك طيب يعني، ويبقى